السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا من جديد. وصفة جديدة ان شاء الله. اليوم غادي نوريكم البورشيت ديال الدند اللي كيجيب واحد لاصوص اللي زوينه، وكذلك غنشارك معكم وصفة ديال الزعلوك المشوي، كتجي حتى هي غزالة ولذيذة بزاف. بسم الله، هنا عندي نص كيلو ديال البورشيت ديال الدند اللي غسلته مزيان بالحامض. غنحتاج نصف علبة ديال ياغورت مسوس وفلفلة حمراء مقطع رقيق ومعلقة كبيرة ديال الموطارد والملح والبزار وسكنجبير، وعندي ثومة بودرة والزعتر كذلك. غادي ناخد ديك نصف علبة ديال ياغورت مسوس، كنزيد ديك الفلفلة اللي مقطعة رقيقة، ومعلقة كبيرة ديال الموطارد، هنا نص معلقة من كل حاجة، البزار الملحة والسكنجبير، معلقة صغيرة بطبيعة الحال، ومعلقة صغيرة ديال الثومة بودرة، معلقة كبيرة ديال الزعتر. نحكو ما بين يدي باش كيعطي ديك النكهة ديالو ويجي رقيق، إلا كان مطحون أحسن. غادي نخلط كل شيء مع داك لادانت حتى كيدخل له ديك لاصوص. من بعد ما خلطتو مزيان، غادي ناخد واحد نصف حامضة وغادي نعصرها عليه باش كيخلي داك لادانت كيجي هشيش. صافي، وغادي نخليه كيرتاح ويشرب هاد لاصوص. قد ما خليناه يرتاح قد ما كيشرب ديك لاصوص وكيجي لذيذ بزاف. هنا غادي نخليه، انا خليته هنا ساعتين. ندوزو نشوفو وصفة ديال الزعلوك. هنا عندي جوج دنجالات غنديرهم كيتشواو، درتهم هنا غير فوق البوطه. نبقى كنقلب فيهم حتى غادي يتشواو كاملين. من بعد ما كيتشوى لينا الدجال غادي نزيد عليهم واحد الفلفله حمراء حتى هي غادي نشويها. هنا كلشي تشوى، غادي نغطيه بواحد البلاستيك باش كيسهل علينا التقشار ديالو. صافي، ملي كنحسو بديك البلاستيك عرقات كنحيدوها، وغنبدا نحيد له في الجلف ديالو بكل سهوله.
من بعد ما قشرت البنجال غنقشر حتى الفلفله حتى هي نفس الطريقه، كتجي سهله دغيا كتنجر. من بعد غناخد داك البنجال وغادي نقطعو لتقاطع رقيق. أولا قطع صغيرة، والفلفلة حتى هي نفس الشيء نقطعها قطع رقيقة مربعات رقاق. هنا كملت كل شيء في واحد المقله، غادي ناخذ واحد المطيشه اللي قطعتها مربعات رقاق حتى هي الطماطم، غنزيد عليها زيت الزيتون واحد جوج معالق كبار، وغنشحر ديك الطماطم في ديك الزيت وانا كان معك فيها واحد الفورشيط. عاد غادي نزيد عليها هذيك الفلفله المشويه اللي مقطعه والتنجال حتى هو. هنا عندي الزيتون الخضر اللي قطعته رقيق حتى هو، وهنا عندي الحامض مصير واحد ربع ديال اللب ديالو، هنا جوج معالق كبار ديال المعدنوس والقزبر الطحوني. غادي نمعك كل شيء مع بعضهم. من بعد غنبدا نضيف التوابل، هنا نص معلقه صغيره ديال الثومه بودره، معلقه ديال التحميره اولا البابريكا، نص معلقه صغيره ديال الابزار، نص معلقه صغيره ديال الكركم اولا الخرقوم الاصفر، ونص معلقه صغيره ديال الملح، ومعلقه صغيره من بقى ديال الكمون. وغادي ندخل ديك العطريه اولا التوابل في الدنجال ديالنا والمطيشه والفلفله. غنبقى كنمعك في ديك الدنجال حتى كيتمعك ليا مع ديك المطيشه صافي، وكنبقى كنشحر نشحر فيهم مزيان. من بعد غادي نزيد واحد معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، وغادي نخلي ديك لاصوص كتشرب. ها الشكل ديالو من بعد كي كيطيب كيجي معلك. وغادي ندوزو ديك البروشات اللي خليناه مرقد، غناخدو واحد القطيبات ديال العود ولا اي قطبان، ممكن بدا نعمر فيهم. وهنا غادي نستمر حتى غادي نكمل القطيبات كاملين. هنا انا درت غير هاد القطبان ميني صغار، من بعد ما كملتهم كيجيو بحال هكا. وغادي ندوز باش غادي نشويهم، تقدروا ديروهم في الشوايه ديال الضو ولا ديروهم في الشوايه ديال المجمر والفاخر، وتقدروا تشويهم حتى على اله البانيني حتى هي كتجي مزيانه.
وكنبقى كنقلب فيهم حتى غادي يتشواو كاملين. هنا من بعد ما تشوى كلشي كتعطي واحد الرائحه اللي زوينه بزاف، وكذلك حتى البروشيت كيجي رطب وهشيش، والمذاق ديالهم زوين بهذيك لاصوص، وكذلك السالوك اللي كيجي معلك ولذيذ. هنا رفقتهم على صوص البروكولي حتى هما جاوا زوين. كنتمنى الاقتراح ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش كيوصلكم الجديد، ولي لايك والكومونتير، وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء باش كتعم الفائده. وشكرا والى فيديو قادم ان شاء الله.